السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم مصدر الصهارة في كل من الدروة وسط محيطية ومنطقة تمر. نبدأ بمنطقة الدروة، لأن نعلم أن في مستوى الدروة وسط محيطية تنشط براكين ذات نمط انسكابي، لأن فعلا هناك خروج أو ظهور للصهارة على مستوى الخساف. هذه الصهارة تخضع للتبريد فتعطينا صخور بسطية يشكل القشرة المحيطية. إذا التساؤل هنا، ما هو مصدر هذه الصهارة على مستوى الدروة وسط محيطية؟ إذا للتعرف على ذلك قام العلماء بتجارب لانصهار البيروديتيت، فحصلوا على النتائج المبينة في المبيان التالي. إذا لدينا ثلاث مجالات، المجال الصلب، مجال صلب زائد سائل، ثم مجال سائل. فيما يخص كما أشرت على مستوى الدروة، منحنى تطور صخرات البيروديتيت، إذا على عمق أكثر من 160 كيلومتر وبدرجة حرارة حوالي 1200 درجة سيسيوس، تكون صخرات البيروديتيت وهي الصخرة المشكلة للرداء تكون في الحالة الصلبة. لكن نتيجة صعود هذه الصخر اعتدي البيروديتيت في الحالة الصلبة بطبيعة الحال بفضل تيارات الحمل الحراري يجعلها تدخل في مجال صلب زائد سائل. لاحظوا معي أن حافظت على خلال صعودها حافظت على نفس درجة الحرارة، لكن هناك تناقص في الضغط، لأن هذه الظروف الجديدة هي التي جعلت صخرة البيروديتيت تدخل في المجال صلب زائد سائل، مما يجعلها بطبيعة الحال تخضع لانصهار جزيئي. فعلا هذه الصهارة حوالي 30% بطبيعة الحال من صخرة البيروديتيت تتحول إلى صهارة. هذه الصهارة في حالة صعدت إلى السطح ستعطينا صخرة البازالت، لكن في حالة تواجدت في ظروف تصلب فإنها في هذه الحالة ستعطينا صخرة الجابرو. إذن على مستوى الدروة وسط المحيطية بطبيعة الحال الصخرة المكونة للرداء كما أشرت هي البيروديتيت. إذا البيروديتيت على مستوى الدروة تصعد في اتجاه أعلى بطبيعة الحال بفضل تيارات الحمل الحراري على عمق بطبيعة الحال، أو عندما تتواجد في ظروف الحرارة والضغط التي أشرت إليها بطبيعة الحال تحافظ على نفس درجة الحرارة، لكن هناك تناقص في الضغط، هذا يجعلها تدخل في مجال صلب زائد سائل، مما يمكنها بطبيعة الحال مما يجعلها تخضع لانصهار جزيئي يعطينا صهارة بطبيعة الحال التي تعتبر مصدر البركانية على مستوى منطقة الدروة وسط محيطية. الآن ننتقل إلى منطقة التمر. إذا بالنسبة لمنطقة التمر، لاحظوا معي أن منحنى تطور صخرة البيروديتيت يوجد بكامله في المجال الصلب، الشيء الذي يجعلنا نقول على أنه في على مستوى منطقة التمر يستحيل على صخرة البيروديتيت أن تخضع لانصهار جزيئي. لكن بطبيعة الحال الذي يتناقض مع ما نعرفه، فمناطق التمر تعرف بركانية نشطة بطبيعة الحال، براكين ذات نمط انفجاري. إذن ما هو مصدر هذه الصهارة المتواجدة على مستوى مناطق التمر؟ هذا بطبيعة الحال دفع العلماء إلى إنجاز تجارب على البيروديتيت المميّة. إذن فعلا هذه التجارب بيّنت لهم بطبيعة الحال أن منحنى حدود بطبيعة الحال بين مجالي المجال الصلب والمجال الصلب زائد سائل في هذه الحالة يتغير، ويجعل بطبيعة الحال صخرة البيروديتيت يمكن أن تدخل تتواجد في المجال الصلب زائد سائل. فعلا على مستوى مناطق التمر كما ستلاحظون معي، صخرة البيروديتيت على عمق حوالي 160 كيلومتر يمكن أن تدخل في مجال صلب زائد سائل بطبيعة الحال. أتكلم هنا عن البيروديتيت المميّة، أي مع مختلطة مع الماء. فعلا هذه الصهارة المحصل عليها بطبيعة الحال في حالة صعدت إلى السطح ستعطينا صخرة الأنديزيت، لكن في حالة تواجدت في ظروف تصلب في هذه الحالة بطبيعة الحال ستعطينا صخرة الجرانيت. إذا فعلا كما ربما بينت ذلك، نعم يبقى لنا أن نبحث عن مصدر الماء الذي يحول صخرة البيروديتيت المشكلة للرداء إلى بيروديتيت مميّة. إذا على مستوى الدروة وسط المحيطية هناك نشأة القشرة المحيطية، كلما ابتعدنا عن الدروة نسجل أن هناك تناقص في درجة الحرارة. إضافة إلى ذلك فهناك تشكل أو ظهور شقوق على مستوى صخور البازلتية، صخرة البازلت وصخرة الجابرو المشكلة للغلاف الصخري المحيطي. هذه الشقوق يتسرب عبرها الماء، مما يجعل هذه الصخور تصبح مشبعة بالماء إذا صح التعبير. إذن خلال انغراس الصفيحة المحيطية تحت الصفيحة القارية هناك ارتفاع لدرجة الحرارة بالإضافة إلى تواجد الماء، هذا كله يجعل هذه الصخور الجابرو والبازلت تخضع لتحولات، فنجد ميتا جابرو ثم الشيست الأخضر ثم الشيست الأزرق ثم الإيكلوجيت. خلال هذه التحولات بطبيعة الحال التي تخضع لها هذه الصخور هناك تحرير للماء، هذا الماء بطبيعة الحال المحرر في هذه الحالة سوف يختلط إذا صح التعبير مع البيروديتيت المشكل لرداء الصفيحة الراكبة الصفيحة القارية في هذه الحالة، وبذلك سوف يتحول البيروديتيت إلى بيروديتيت مميه نتيجة بطبيعة الحال اختلاطه مع الماء.
الآن بما أن لدينا بيريوديتي سمومية يمكنه بطبيعة الحال أن يخضع لانصهار جزيئي فعلا ويعطينا صهارة التي تعتبر مصدر البركانية على مستوى منطقة التمر. ألخص فقط بطبيعة الحال، إذا مصدر الصهارة على مستوى منطقة التمر هو الانصهار الجزيئي لبيريوديتيت المومية. مصدر الماء بطبيعة الحال الذي يحول بيريوديتيت إلى بيريوديتيت مومية بطبيعة الحال هو يتم تحريره خلال التحولات التي تخضع لها الصخور المكونة ل بطبيعة الحال الصفيحة المنغرزة في هذه الحالة الصفيحة المحيطية. شكرا على انتباهكم، وإلى موضوع آخر إن شاء الله.